نروح بقى لمحافظة الفيوم، واحدة من المحافظات اللي مشهورة بزراعة النباتات الطبية وكمان النباتات العطرية. ومن أهم هذه النباتات كان نبات الكاموميل، واللي بيتم تصدير جزء كبير منه للخارج. احنا طبعا هنا في محافظة الفيوم بتشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية. عندنا كذا منتج، منها الكاموميل. طبعا الكاموميل بنزرعه في شهر 9 او بنزرعه في شهر 8 الاول بذور مشتل، وبعد كده ننقله في المزرعة في اول 10، وبيفضل معانا لحد شهر 4. بيجيب لي حوالي 5 اطفال. متوسط الفدان في الفريش حوالي 2.5 طن، وفي الجاف حوالي 0.5 طن. الكاموميل الحقيقة استخداماته كتيرة جدا. الكاموميل من أحسن استخداماته إنه مسكن عام، لدرجة إنه بيتقال عليه إنه هو بيسكن السخونة والكحة والحاجات اللي هي أعراض كورونا. لذلك من أول كورونا لحد دلوقتي الطلب على الكاموميل بقى كتير جدا، والسعر بتاعه حتى زاد الضعف. بقت حتى رغم ان احنا زرعنا زراعات كثيفة وكتيرة، رغم انه مطلوب جدا، ما فيش حاجة مستنية، رغم كمان ان ما كانش بيتباح فيها للأورجانيك والكونفنشن اللي هو العادة، ما كانش بيروح الا بعض الدول العربية البسيطة، دلوقتي عادي بيتاخد عادة، بيتاخد أورجانيك، مطلوب جدا جدا جدا. المراحل بتاع الزراعة زي ما قلنا، احنا بناخد البذور الاول، بننتخب بعض الاشجار، بننقي الشجرة اللي هي الوردة بتاعتها بيبقى متوسطة الحجم، لأن الصغيرة خالص مش مطلوبة، والكبيرة قوي مش مطلوبة. بناخد متوسطة الحجم، وبناخد الشجرة اللي هي الرمي بتاعها كتير كثيف عشان تطلع لي إنتاج. فبقى دي بعلمها من ابتداء من شهر 3، وبركنا ما خليش العمال يجمعوها يقطفوها علشان تعمل لي أكثر منها البذور. وبعد كده أخذ البذور أحطها في مكان أغربلها، بعد ما جففها أغربلها وأحطها في مكان آمن بعيد عن الرطوبة والدخان والشمس المباشرة. ولذلك الزهور أنا ببيعها غالية، إنما لو البضاعة مكسرة ببيعها بنص التمن. فأنا لازم أعمل حسابي في المنشر إناني ساعة أحب أطبق المنتج على بعضه، أعمل له كثافة يعني على بعضه، بيبقى في وقت مناسب. لازم يا إما الصبح بدري يا إما آخر النهار في الندى بعيد عن الشمس، وبعد كده أسيبه 3-4 أيام، وبعد كده أخده على الكرتونة واحطه وادخله المخزن بتاعي واعمل منه تحليل. نجح معايا اورجانيك، بخلي العمال تشغل على انه اورجانيك. فاحنا دلوقتي كمان بنذاكر على ان احنا نعمله على مصاطب كبيره وزراعه موحده، بحيث ان موضوع العماله دي الحقيقه تعبنا شويه ومكلف. فاحنا ان شاء الله، وكمان عشان خاطر الميكروبيولوجي والبكتيريا والكلام ده، وعلشان يبقى المنتج امن من اول المزرعه لحد بره، فاحنا بنحاول دلوقتي نجيب له مكن قطف. بيتعمل له حاليا دلوقتي مكن قطف، ونزل هنا مكنه واثنين وثلاثه من مصر واتفرجنا عليها، وعلى الفيديوهات بتاعتها كويسه جدا، وهتوفر علينا في الميكروبيولوجي دي، هنبقى امنين، وفي نفس الوقت هتعمل لي انتاج اكتر، وفي نفس الوقت انا ما بزرعش كميات كتيره بسبب العماله عندي برضو مش ما بتجمعش عندي كل الانتاج. طبعا الكاموميل بيعمل حاله كده من الراحه والاسترخاء، بيقلل القلق والتوتر. يعني لو حد حصل له مشكله كده في الشغل قبل ما يتخانق ويعمل مشاكل، يشرب كاموميل هيهدى اكيد وما يعملش مشكله. وكمان اضطرابات المعده، انا فعلا محتاجين نشرب كاموميل كل يوم. لا، وكمان بيدخل دلوقتي في كمان العيش يعني مخبوزاته واي حاجه بتتشرب، وحتى في مستحضرات التجميع واستخداماته يعني كتير قوي.